بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما ذكر الآثار عن الإمام أحمد رحمه الله في القوس الفارسية والعربية، قال المؤلف رحمه الله: ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه، وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم، وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين، دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة، مع أنه ليس من العبادات وتوابعها وإنما هو من الأمور الدنيوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أكثر من مرة أن الواجب مخالفة غير المسلمين فيما هو من عباداتهم، وكذلك ما هو من عاداتهم الخاصة بهم، لأن التشبه بهم في ذلك يجر إلى محبتهم وموافقتهم، ولأن ديننا ولله الحمد أغنانا الله به وما شرعه فيه من مصالح الدنيا والدين، بحيث لا نحتاج إلى أن نستورد من أعمال الكفار وعاداتهم الخاصة بهم، لنعتز بديننا ونتميز به على غيرنا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكيف بأمة خير أمة أخرجت للناس يكون من أفرادها من يتنكر لهذه الخيرية ويستورد من عبادات الكفار وأعمالهم ما يدل على أنه يرى أن ديننا بحاجة إلى أن يكمل من دين الكفار وعاداتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد انعكس الأمر الآن كما هو واضح، فلا يحلو في ذوق كثير من الناس إلا ما كان مستوردا من عادات الكفار وتقاليدهم، حتى في اللغة وحتى في اللباس، وحتى الرجال والنساء يتزيون بزي الكفار في أبدانهم وفي ملابسهم وفي كلامهم وأكلهم ومشربهم وكل شيء، وهيئة الأكل وهيئة الشرب والدعوات والولائم التي تقام، وحتى في التحية عند اللقاء وغير ذلك من الأمور، مما يدل على أن أكثر الناس لا يحلو في ذوقهم إلا ما كان من الكفار، وهذا استشعار للضعف، أنهم لم يدركوا قوة الإسلام ولا عزة الإسلام ولا التشرف بالإسلام، لم يدركوا هذا، وإنما يرون أن الكمال عند الكفار، ولذلك يتشبهون بهم. فينبغي أو يجب تنبه لهذا الأمر، يجب التنبه لهذا الأمر، لأن استجلاب هذه الأمور من الكفار يغير من دين الإسلام ويقلل من شأن دين الإسلام، واعتقاد أنه ناقص، فهذا أمر خطير جدا. ولذلك القاعدة العامة
أننا لا نتشبه بالكفار لا في عباداتهم ولا في عاداتهم الخاصة بهم، حتى في السلاح، إذا كان عندنا سلاح فتاك ويكفي فإننا لا نستعمل سلاح الكفار لأننا لسنا بحاجة إليه، فكيف بغير ذلك من الأمور؟ وقد كما ذكرنا صار المستساغ عند كثير من المسلمين هو ما يشبه ما عليه الكفار، ويكون ذلك فخرا لهم ويتسابقون إليه كأنهم يشعرون أن الإسلام فيه ضعف وفيه حاجة وفيه وأنه ناقص وليس بكامل. هذا أمر خطير، جر المسلمين إلى الذلة الآن والاستجداء، وأنهم كما وصفهم الكفار أمة متخلفة أو أمة نامية، يسمونها الدول النامية، الدول النامية. مع الأسف أو النائمة، أن المسلمين يقال لهم النامية، فهذا الحقيقة هو نتيجة أن المسلمين أنهم صاروا أتباع للكفار، وصاروا يتلقفون منهم الثقافة وكل شيء، وأما دين الإسلام فهو عندهم معطل من المنافع، إنما قد ينتسبون إليه أو يعملون ببعض شرائعه من باب العادات تقريبا، أو يسمونها العادات والتقاليد، يسمونها العادات والتقاليد، عاداتنا وتقاليدنا وما أشبه ذلك من العبارات. فبلغ الأمر بالمسلمين ما بلغ الآن، حتى صاروا عالة على الكفار، والكفار صاروا يقودونهم ويتحكمون فيهم. نعم، ومن لم يرضى عنه الكفار فإنه يكون مغضوب عليه، لا ما يكفي أنه مغضوب عليه، يكون ناقصا عند الناس ويكون مسكينا ويكون يعني لا قيمة له. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم، وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين. وإن ظهرت منفعته، نعم، فهذا إذا كان لما فيه منفعة، وهو الغالب الآن إن الذي يقلدونهم فيه ليس فيه منفعة وإنما هو توافه، نعم، لا بل فيها مضرة، لأنها تعطل همم المسلمين، تعطل مواهبهم، وهذا ما يقصده الكفار. يقول الشيخ: حتى ولو كان فيه منفعة ظاهرة، ولو كان فيه منفعة ظاهرة، ما دام عندنا ما يغنينا فإننا لا نلتفت إلى هذا. نعم، قال: يختلفون فيه ويترددون لتعارض الدليلين، دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة. أي نعم، لتعارض الدليلين، هل نتركه تمسكا بالأصل الأول وهو منع التشبه، أو نستعمله نظرا لما فيه من المنفعة. ولكن نحن كما أشرنا أن ما جاء به الإسلام هو عين المنفعة وعين المصلحة، لأن الإسلام كامل، ولكن ما حصل عندنا من نقص ليس هو بسبب الإسلام، وإنما هو بسببنا نحن، لم نطبق الإسلام كما ينبغي، معاملاتنا مستوردة، عاداتنا مستوردة، جميع أمورنا كلها مستوردة، وكأننا أصبحنا أداة استهلاك فقط لا أداة إنتاج، فلذلك وصلنا إلى ما وصلنا عليه. وإذا رأت الدول الكافرة أن جماعة أو دولة من المسلمين تتجه نحو الاختراع ونحو الصناعة ونحو فإنهم يقضون عليها ويمنعونها من الاستمرار في المضي في سبيل
الاختراع والاستقلال والاستغناء. نعم. قال رحمه الله: مع أنه ليس من العبادات وتوابعها، وإنما هو من أمور دنيوية. أما العبادات هذا مفروغ منه، ما يجوز، هذا بالإجماع لا يجوز أن نقلد الكفار في عباداتهم، لأنها إما كفر وإما شرك وإما بدع محدثة وإما دين مغير ومبدل ومحرف أو منسوخ، أو دين منسوخ، حتى ولو لم يغير ولم يبدل فإنه كان مؤقتا في وقته وانتهى، ونسخ بدين الإسلام، فهذا محل إجماع أننا لا نتشبه بهم في العبادات. نعم. قال: وأنت ترى عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه، فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب، فهذا هو وجه الحجة، لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة. الإمام أحمد رحمه الله كان لا يفتي بفتوى إلا إذا سبقه من أفتى بها من السلف رحمه الله، ولا يستقل بفتوى لأنه يخاف من الخطأ، فهو يريد أن يتبع من سبقه ويهتدي بهديه. هذا الشيء معروف من أصول أحمد رحمه الله ومن ورعه واحتياطاته، أنه لا يستجد أو فتوى يفتي بها لم يسبق إليها، ولهذا كان حريصا على هدي السلف في هذا الأصل، وهو مسألة ما فيه التشبه وما ليس فيه تشبه. نعم. قال: ترى عامة كلامه إنما يثبت بالرخصة عن عمر أو بالأثر عن عمر أو فعل خالد بن معدان ليثبت أن ذلك كان يفعل على هدي السلف. إنما كان رحمه الله يعتمد في فتاواه وأقواله على السلف، إما أقوال الصحابة إن وجد، أو أقوال التابعين، أو أقوال من سبقه من الأئمة، من أئمة الفقه، كان يقول بقولهم ما وجد إلى ذلك سبيلا، فإذا لم يجد شيئا فإنه يتوقف، معروف عنه أنه يتوقف احتياطا هذا العلم، فهذا مما يدل على تثبت هذا الإمام وعلى ثباته على الأصل، وعلى أنه لا يندفع في استحداث الأشياء التي لم يكن فيها هدي سابق لمن هدي المسلمين. نعم. صلى الله عليكم رحمه الله. وأما قال رحمه الله: وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء فأكثر من أن يمكن ذكر عشره. نعم. وذكر أن الأصل الثالث من أصول الإجماع أقوال العلماء. نعم. وذكر ما جاء عن الصحابة، ما جاء عن الأئمة الأربعة، ذكر هذا، ثم قال: أنا ليس غرضي الحصر، حصر ما جاء عن السلف، وإنما الغرض سياق أمثلة من هذا الباب لإثبات القاعدة. نعم. قال: وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين. نعم. يقول: ما ذكرناه من كلام بعضهم يدل على كلام بقيتهم، لأنه ليس الغرض هو الاستقصاء، وإنما الغرض إثبات الأمثلة التي تدل على القاعدة. نعم. ومما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار، أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا، أو لغير ذلك. نعم. هذا ما إعادة لما سبق من أن الغرض تقرير القاعدة في منع التشبه، وأن هذا أمر مجمع عليه عند المسلمين، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، مجمع عليه في الأصل، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، إما لأنه ليس هناك دليل يمنع من هذا الشيء، أو لأن هذا الشيء فيه مصلحة راجحة، أو غير ذلك، فهذا لا يخرم القاعدة، وهي إجماعهم على تحريم التشبه بالكفار. نعم.
قال: كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تأويل، والله سبحانه أعلم. كما أنهم مجمعون بلا شك إجماعا قطعيا، نعم، على وجوب اتباع الكتاب والسنة، مع أنهم قد يخالفون بعض الأدلة لعذر من الأعذار عندهم. وقد بيّن هذا الشيخ وبسطه في رسالته المشهورة العظيمة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ففيها بيان الأعذار التي يعذر فيها المخالف، إما لأنه لم يبلغه الدليل الذي مع مخالفه، وإما أنه بلغه الدليل ولم يصح عنده، وإما أنه صح عنده ولكن رأى فيه محملا آخر، لأن الدليل محتمل فأخذ منه محملا آخر، أو أنه يرى أن هذا الدليل منسوخ، إلى غير ذلك من الأعذار. لكن على كل حال، من تبين له الدليل فلا يجوز له أن يأخذ بقول ما خالفه، بقول من خالفه كائنا من كان. هذه قاعدة مجمع عليها عند الأئمة. نعم. هل لأحد أن يقول أخذ بالدليل مباشرة عالم الآية والحديث؟ هذا نصف للعلم كله، اللي يقول أنا أخذ رأسا من الكتاب والسنة، هذا نصف للفقه كله وتجديد فقه لم يسبق إليه، وهذا هو الضلال، وهذا من فصل آخر هذه الأمة عن أولها. قد قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذا كان الإمام أحمد على جلالة قدره وتبحره في العلم واطلاعه على الأدلة، حتى إنه يحفظ ألف ألف حديث، يعني الألف كم هي؟ مليون حديث يحفظها بأسانيدها. إذا كان هو كما سبق لا يفتي إلا بما سبق أن أفتى به إمام قبله، وأما ما لم يسبق فيه فإنه يتوقف فيه تورعا. فهل هذا الذي يقول أنا آخذ من الكتاب والسنة مباشرة، هل هو أعرف من الإمام أحمد؟ والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا يبي يلغي حتى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، يلغي الأئمة الخلفاء الراشدين فضلا عن الصحابة، يبي يلغي كل شيء ويصير هو يأخذ من الكتاب والسنة بفهمه هو. وإذا نظرنا من هو هذا الذي يقول وما هو مستواه من العلم، هل عنده من العلم أكثر من علم الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة؟ ما يبلغ ولا عشر معشار ما عنده، ومع هذا لم يتنصلوا من أقوال السلف ومن أقوال الصحابة والتابعين، بل كانوا يتبعونهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وفي لفظ إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم، وهذا إتمام لما سبق لما فرغ من ذكر مخالفة غير المسلمين على اختلاف طبقات غير المسلمين من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وثنيين وملاحدة وفلاسفة وغير ذلك، ذكر أنه جاءت الأدلة أيضا بمخالفة الشيطان، والمراد بالشيطان المارد. الشيطان يطلق على كل متمرد عن أمر الله سبحانه وتعالى، فهو شيطان سواء كان من الجن أو كان من الإنس أو كان من الدواب، فمن تمرد
على السنة أو على السنن الكونية فإنه شيطان. ولكن المراد بالشيطان هنا الشيطان الأكبر، رأس الشياطين، وهو إبليس. ويشمل هذا كل شيطان من ذريته أو من بني آدم، فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال أو الشراب باليد الشمال. لماذا؟ لأن الشيطان يأكل بشماله، فإذا أكلت بشمالك تشبهت بالشيطان. وهذا يمشي عليه الكفار اليوم، يأكلون بشمالهم ويكتبون بشمالهم ويتناولون بشمالهم لأنهم ذرية الشيطان وأتباع الشيطان. فالمسلم يتجنب هذا الشيء ويأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويقدم يمينه لكل مستطاب ويقدم شماله لكل ما هو من إزالة الأذى والتنظيف، هكذا. نعم. قال: ورواه مسلم أيضا عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به ونظائره كثيرة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال يعني باليد اليسرى. نعم. وعلل ذلك لأن الشيطان يأكل بشماله، هذا هو العلة، علة النهي، فدل على منع التشبه بالشيطان في الأكل بالشمال. وكذلك كل ما هو من شأن الشياطين فإن المسلم يتجنبه. نعم. يأتي في هذا مسألة يا شيخ، أحيانا بعض الأكلة يرفع الإناء بيسراه ويجعل اليمنى تحته، أقول ما شربت بشمالي، يبي طبق مشابهة الشيطان يعني ولو بنسبة قليلة. الله المستعان، ولحقها بشيء من الإسلام. نعم. فهو إن كان فعل هذا للحاجة، يعني يده اليمنى مختلة أو يتساعده بالشمال ما في بأس، لكن إذا فعله يده اليمنى قوية وصالحة للاستعمال وفعل هذا فهذا تشبه بالشيطان، داخل في المنهي عنه. نعم، داخل في المنهي عنه، ولو لم يكن بالجملة، لو لم يكن دخولا كاملا، لكن فيه دخول، فيه نوعية دخول. نعم، ما يستعمل الشمال إلا عند الضرورة. أقوى حجة لهم يقول حتى لا يتسخ الإناء الشراب، وأحيانا يكون علبة بيبسي قد ترمى. لا، ما هو هذه ما هي حجة، لأن هذا يحب التشبه بالكفار، ولأن الكفار يأكلون بشمالهم، هو ما درى أن الشيطان يأكل بشماله يمكن. لكن يشوف الكفار، يتلع عليه الحديث. لا، يشوف الكفار ويقلدهم. طيب، هل فإذا تلي عليه الحديث ففعل الحيلة هل أن تقول هذه؟ وبعضهم لما قيل له لا تأكل بشمالك، مع أنه من المتعلمين، ومن قال لما ربي خالقها ليه؟ الله المستعان. نعم، يعني كلام قذر والعياذ بالله. مثل هذا المحاجف أمام النصوص، يعني معارضة الوحي بالرأي، هل هو منهج المنافقين؟ يمكن بعض الغالين المتطرفين يقول له هذا نفاق، إما الناس أمام الوحي ثلاث طوائف، مؤمنون أجابوا وكفار رفضوا وبينهم من تردد، فيقول هذا أنا قصدت وسخ الإناء، أنا يميني أنا شمالي، هل له أن يقول هذا من النفاق مواجهة الوحي؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو جاء في كتاب الله فلا يسعنا أن نخالفه بأي وجه بأي حجة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن كان هو ضل ضلالا مبينا، وإن كان يرى أنه مصيب وأنه، لكن كما ذكرنا إذا كان يحتاج إلى استعمال الشمال فلا مانع، لكن إذا كان يستعملها بلا حاجة فهذا هو الممنوع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، يشرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع.
هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.